جميله لقينا اليوم طريقه ديال تتقلل من هذا الالم بعد الجراحه هذه الطريقه هذه فاش بديتوها على اي نوع من الجراحات واكيد اليوم جبتي معك حتى حد جد منك. سمان <تصفيق> سمان <تصفيق> مش اننا نشوفوا حتى النقط اللي كيدار فيها لانها آه ماشي, ماشي اي شخص صافي خاصنا نجيو نعملوا الوخز ولكن كاين نقط اللي هي اساسيه غنشوفوها كذلك فيديو من خلال الصفحه الرسميه شذا <applause> ماي <applause> بدايه شنو هما الحالات اللي لقات نجاعه ديال اننا تنعملوا هذا الوقت بالابر على بحكم المهنه ديالي اللي طبيب ديال التخدير والاناش انا تنخدم في قاعه العمليات مع الجراحه مم. تكون عندنا بعض العمليات تكونوا صغار كاستئصال المراره تتوصل حتى استئصال الوالده ولا شي عمليه ديال المصارن تتكون اصعب وتكون اطول وبعض المرات يجيو الناس اللي تيكونوا ناس كبار بواحد السن تيكون عندهم امراض بعض الامراض بحال القصر الكلاوي كاين الناس يكون عندهم مرض ديال القلب والشرايين كاين اللي تكون عندهم مرض رئوي هادو تيخلقوا لنا مشكل بالنسبه للطباء ديال البنج تنقولوا واش غيفيق من البنج واش نعم هذه الطريقه استعملناها عند الناس اكتشفنا بانه رغم طول العمليه والعنف ديال العمليه الناس اللي تنديرو لهم هذه سميتها الطريقه ديال الوغز على الاذن، و... وتنكملوها من هنا تيبين لنا فين غنمشيو اش من فراجيليتي، اش كاين شي بلايص هنا تنقيسوهم تيقولوا اي، وتمشي على حسب العمليه لانه هذه تجسيد ديال الاذن هي الل... الجنين المقلوب، أم. يعني التحت ديال الاذن هي الراس، وتمشيو للعنق، تمشيو للظهر، ولكن جميع لي زورغان ولا الكبده كلهم كاينين هنا تمشيو مثلا لبلاصه العمليه تنديروا ابره تنعرفوا بانه كاين واحد الحساسيه واحد تيحس اي تيقول لي اي تنقيس لها بكريون ولا تنخشي في ابره تتمكن مم. من آه ابطال الالم لكن لانه هذه تتسمى لا ريفلكسولوجي حيت كاين في 1949 كان واحد الطبيب سميتو بينفيلد اللي اكتشف واحد العلاقه بين المخ مع الاعضاء تتلقى تجسيد ديال اليد ديال اي حاجه ولكن لو غولي شنو هو هو الاذن هو اليدين لا بوم دو لا مان والرجل لا لا بلون دي بي هي لا ريفلكسولوجي اللي تيستعملوها الطب الطب الصيني وحنايا تنستغلو الاذن علاش نقدروا نعقموها نعقموا الاذن ونقدروا نستعملوها بكل زعما ما مضرقاش بكل, بكل أريحي لأنك اريحيه لأنك كتكون باينه وتتمكننا بواحد النجاعة ولكن اللي مهم هو تن بعض النتائج مثلا القلق مي تنديروا لهم هذاك الشيء ما تيكونش القلق احنا غنرجعوا ونفسروا هذه المساله كامله تمام تكلمتي صراحه الشرح اللي تكلمتي على الاذن انها بحال الجنين المقلوب مازال غنشوفوها فيديو ايضا وغنشوفوها حتى معكم من خلال التفسير ديالكم دكتور شروقي يونس معنا دكتور شروقي يونس اللي هو اخصائي في التخدير وكذلك الوخز بالابر الطبي للوقايه او التقليل من الالم مع العمليات الجراحيه شفنا التاريخ ديال الوخز بالابر رفقته اكيد بطريقه اللي مقتضبه يعني وسريعه اننا شفنا كيفاش بداو كيفاش جا وهاد الامور كلها من بعد مشينا نتكلموا على الحالات قلنا انه كينفع بعض الحالات او العمليات اللي كيتعمل باش انه كيقلل من ذاك الالم او من ذاك رد الفعل ديال الانسان بعد العمليه يعني من الانسان كيتبنج كنقولوا احنا بالدارجه كنسميوه كيرد البنج كيدوخ هاد الامور كلها كينوض عيان شويه ما زلت لان يونس اليوم جاء وجاب معاه واحد الودينه تبارك الله كبيره واحد مجسم ديال الجسم باش انه يشرح لينا كذلك النقط اللي اه كيعتمدوا عليها باش انهم كيعملوا هذا الوخز هذا تكلمتي ايضا على الارتباط ديال هذا الوخز بالاذن يعني الاذن بحال داك الجنين المقلوب صراحه ملي غتشوف لا فيديو ان شاء الله على الصفحه الرسميه تشدا يفهم اتفهموا معنا بشكل اللي هو كبير منكم نكملو دائما في هذا الاطار هذا هنا كنعرفوا ان الحاجه ديال الوخز او الناس اللي كيعملوا حتى المساج أه كاينين نقط اللي خاصها تعتمد ماشي كتمشي بشكل عشوائي انتم درستوا هذا الشيء وكتعملوا كل مره يعني انكم كتعملوا دي فورماسيون باش انكم كتحاولوا انكم دائما تضبطوا هذه الامور هذه هنا ملي تكلمتي على الاذن على نقط اللي هي اساسيه كيفاش كتليو الاذن مع الالام اللي تيكون مثلا الانسان كيف قلتي مثلا دار العمليه ديال المصرانه الزايده او لا شي حاجه من هذا القبيل اجي نتكلموا ونشرحوا للناس بشكل اللي هو كبير أه الكامل أه. باش, نه... باش نفسر لكم كيفاش نخدموا حنا في في المصحه ديالنا تن... مثلا تنستقبلوا الناس في الفحص السريري قبل من العمليه واحد 48 ساعه مزيان كسائر الاطباء ديال الاختصاص ديالي تنستقبلهم وتنفحصوهم عادي تنشوفوا الدوائات اللي تياخدوه الا خصهم يحبسوا خصوصا نشوفوا التحليلات ولكن في اطار هذا الفحص تنزيدوا هذا تجسيد الاذني اللي هو مثلا الا كنا نقلبوا المريض نقلبوه مثلا على كرشوش عنده المراراش عنده دار انت يونس قرب لك الميكرو بهذا الجهه باش الكاميرا ديالك تشوف باش, باش انك داكو حنا تنشوفوا الاذن تنعقموها تنعقموها لان الاذن خص تعرفوا الاذن هي تتمكننا من تجسيد آه الالم ولا الحاله ديال الاعضاء اللي كي دايرين مثلا الا كانت الكبده ومريضه ولا المراره فيها حجره غنمشي البلاصة ديال المراره اللي هي هنا <مم> هذه كل بلاصه هنا الجنين المقلوب الراس هنا هنا العنق هنا الظهر هنا الباسين ولا لي هنا <مم> لي جينيتو انترن ولا مثلا الوالده عند المراه ولا بروستات عند <مم> الرجل وهذه الركبه وهنا الرجل ولا الكحيل <مم> وتنجيو لهنا مثلا تنجيو تلقاو القلب هنا تلقاو الرئه هنا وتلقاو جهه هاد الكاميرا هذا الكبده هذا المسران الغليظ هذا وجهه وجهه الكاميرا هذه المتانه هذه بلاصه المتانه هذه بلاصه المسران الغليظ مثلا مم. هنا وتنمشيو واش نديرو تنبقاو بهذا هذا راه ما تيضرش هذا راه ماشي ابره بحال ستيلو تن، تنقول ليه اش اللي حسيتي بشي احساس اكثر قول لي اي تسميو نقاط اي لي بوا اي يعني لي اي تنعقل البلاصه تخشى فيها ابره ابره تنخسيها وتنبقى ندير الابر هنا وهنا وما تيحش بزاف ماشي شي الم كبير وهادشي معقم وكلشي مقاد تنجو تمشي للبلاصه ديال العمليه غير على الكرش تمشي هاد البلاصه الكرش ندير فيها ابر مزيان مم. هاد البلاصه ندير فيها الابر المهم تكون واحد واحد عشرات الابر تنديرو في الاذن وهنا تيبان لي على حسب العمليه مم. تمشي تن تن تنمشي للبلاصه المراره تنمشي للبلاصه ديال المراره تندير فيها الايبر بلاصه الكلوه تندير فيها الايبر هادشي تيعاونني باش ما يكونش الامان اون بلوس كاين واحد النقط و... والنقط ديال ديال القلق <applause> ديال لونكسيتي سميتو شين مان <applause> اللي تنديروها اللي تيمكن الواحد وتنزيدو بواحد النقطه كاينه بين العينين <applause> سميتها يين <ينطانج تصفيق> واحد النقطه تتمكن من الاسترخاء بلا ما نحتاجو نستعملو الادويه <applause> ومن بعد مي تنديروا ليه في قاعه ديال في بلاصه ديال الفحص السريري تنديروا هذا و تنكملوا تن تنحيدوا الابر ديالنا تنعوضوهم بواحد واحد الملصقات اللي فيهم واحد الابره رقيقه هذه فيها 0.6 مليمتر تاع طول ما كتبانش صراحه يعني عندي سنه واللور ديالها فيها واحد العقيقه هذيك العقيقه غنجيو غنلصقوها على الاذن مثلا نجيو هنا تنجيو هكا بلاصه ديال العمليه تنديروا مثلا غندير هنا تنلصقها هنا تنخلي المريض ولا السيد اللي غيفتح ولا السيده باش بما توصل النوبه ديال العمليه مدابا يومين يبقى يماصي هاد البلايص مني غيماصيهم في الدار غيبقى ماصيهم يقدر ياخذ دوش يقدر تيبقاو لاصقين هما دايرين اللون ديالهم راه شي بحال الجسد بحال الجسم بحال الجلد وتيبقاو ملي تيجي عندنا نهار العمليه اش نديرو تنجيو تن 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 انا قلت لكم جيب الماتيريال نجيبو لا باش المتتبعين يشوفوا اكيد اكيد دونك اش نديرو تنمشيو للاذن الاخرى وتنمشيو لها يعني ماشي الاذن اللي اللي ديجا آه فيها الملصقات الوحده أه. تنمشيو للاذن الاخرى وتنفس جسيد عاوتاني تنقول له اي 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 اللي تيحس بهذا لو ستيلي <applause> وتنمشيو عاوتاني وتنخشيو الابر في الاذن الاخرى بحال هكا داكشي اللي كنا درنا ها هي ابر ها هي مخشيه هنا تنخشيو وتنكملو مي تنكملو مي تنكملوا بارون <applause> مي تنكملوا الاذن تنجيو تنكملوا بالوغز على الجسد يعني <وهلا> هاد الابر كاين واحد النقط معروفين كاين واحد النقطه اللي بين الصبع الكبير ديال اليد والصبع هما هادو هاد هذا سميتو كرو انتيستان نيميرو 4 <applause> ولا هذا تنديروا فيه ابره <applause> وي بلا ما هذا تنديروا ابره هنا تنديروا ابره ديال الغتيان سميتو بيريكارد نيميرو 6 ولا ميتر دو كور كاين هنا تنديرو ابرة على اليد اليمينيه واليسريه كاين واحد النقطه تنديروها هنا سميتها فوا نيميرو 3 بين الصبع الكبير والثاني في الرجل هنا وتنديروا واحد استوما 36 هذا كاين هنا تتكون تحت الركبه تنديرو فيه ابره وتنلصقوهم مم. بسكوتش وتنخليو ندخلو ديك الساعه نخليو واحد نص ساعه ولكن بعض المرات تن تنحفزوا هاد النقاط وهاد الابر بواحد لاباري سميتو ليكترو ستيمولاتور ليكترو ستيمولاتور تيمشي تيعطي دي كروشي تنديرو دي كروشي بحال دوك لي كروشي لي كروكوديل تيلصقو تي عاد اون بانس كروكوديل تيجي تبقى يحفز هذيك النقطه مده ديال واحد 30 دقيقه تيحفز تبقى يفيبري واحد تيعطي واحد لي دي ديشارج الكتريك ساهلين يقدر يستحملهم الواحد تيحفز احسن آه النقط ديال الوغز بالابر ديال المدارات وتتمكن واحد الفعاليه احسن من اللي درت على البره وحده نعم على دونك دونك انستعملو الأذن مع الجسد نعم هادي كدار من بعد كيدار البنج البنج يعني عادي بحال اي بحال اي عمليه باش الناس ما تصحبش انها الا درت الوخز بالابره ما غاديرش البنج لا, ضروري. فالبنج هو ضروري غير هاد ال... 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 يعني الوخز بالابر فهو كيقلل من ذاك الالم أو بعض المرات كيحيد ان الانسان ما كيحسش بال... بالالم بعد العمليه الجراحيه اذا سمحتي لي نعم لها جميله تيقولوا بالطب البديل ما كاينش الطب البديل مم. هو طب تكميلي تكميلي ضروري خاصني مثلا الا مرضت ولا دارني عنقي ما نديرش على الوغز بوحدو ولا الحجامه خاصني ناخذ الادويه الباراسيتامول المضادات الالتهابيه ونعاون بهم باش تعجل بالعلاج صح. ونقسم الاعراض الجانبيه الادويه جميل. هدول الرسالة اللي جميل. مهمة كيف قلتي مم. كل حاجة كيكون واحد التكامل حتى تاع الأطباء مع الناس ديال التخدير كيكون واحد التكامل وكيسولوكم ربما كيتشاوروا معكم حتى أنتم لأن كيف قلت ربما كيكون عليكم الدرك ربما أكثر من الطبيب الجراح أكيد العملية وغير ولكن إلا ما كانش البنج بدوزاج اللي هو مزيان ومدروس وهذا راه كتكون كل العملية كلها كتكون مم. في خطر تكلمتي على أن هذا الوقت بالإبر أه حاجات كميليه وكيدار مع البنج باش الناس ما تحش بالالم من بعد لان الناس ربما كدير العمليه وكتسالي سته سوايع ثمانيه سوايع على حسب شنو العمليه عملوها مي الناس ملي كتفيق هي تما فين كنوليو واش غيفيق من البنج واش لا واش باقي دايخ واش لا قلتي هذا الوقت بالابر تيقلل هذا الشيء كامل تيقلل وتيساعدنا باش نفيقوا الناس ما يبقاوش الاعراض الجانبيه ولا المفعول ديال البنج اللي تيبقى ولا الانستيزي ريزيديوال باش يبقى يتنفس مزيان باش يفيق باش يطلع البلاستو مقارنه مع الناس كيما ما تنديروش لهم الوغز بالابار ولكن اللي مهم هو ملي تيطلعوا للسرير ديالهم دغيا تيتنفسوا تكون <applause> عمليات جراحيه اللي تيكونوا على البطن ولا ديال المصارن تيتنفسوا دغيا ما تيكونش عندهم قصر كلاوي <applause> يعني دغيا تيبولو <applause> دغيا دغيا تيبولو ولكن اللي مهمه هي بالنسبه لدقه القلب بالنسبه لنبضات القلب تيكون مزيان مقارنه مع الناس لا اللي يكونوا الناس عندهم امراض ديال القلب وتبنجو بهذه الطريقه تلاحظوا بانه بحال تيستافدوا اون بليس الالم الواحد اللي ما عندوش الالم راه ما غيكتئبش الواحد اللي تيبقى عنده الالم تيبقى واحد تسمى واحد لا كرونيسيزاسيون تيبقى واحد شهرين ولا ثلاث شهور من بعد العمليه هو معقد عاقل على واحد لي سوفوني خايبين بهذه الطريقه الوغز الناس يخرجوا ناشطين تيضحكوا تي تتقول او اش درنا هما الناس ماشي زعما قارين بزاف باش يقول لا رانا قريت في انترنت لا تيكونوا الناس بعض المرات متواضعين وتقولك لك دكتور ديك المره درت عمليه وتالمت في هذيك العمليه وهذه المره والله الله يعطيك الصحه دكتور بخير ما حسيت بوالو يعني انكم كتجلسوا مع الناس وكتحاولوا تشرحوا لهم هذه الطريقه هذه قبل مازال كنتكلموا رفقه الدكتور شرقي يونس اللي هو اخصائي في التخدير والوخز بالابر شفنا هذه الطريقه اللي ولات يعتمدها الطريقه ديال انها الوخز بالابر باش كيقللوا من الالم اللي تيكون بعد العملية الجراحيه بطبيعه الحال هذا ما كيلغيش لي لفق في او الفعاليه ديال البنج ايضا اللي كيتعمل بل اللي هي تكميليه ماشي تعويضيه تكلمتي ان نقاط كتبداوها من الاذن يعني انا كنوخذو في الاذن وبعض النقط اللي كاينه في الجسم تكلمنا على اليد على الرجل على النقطه اللي كتكون ما بين بين الحاجب هي إيه ديال الهنود ديال الهنود واحد النقطه اللي, دي دي اللي, كتير كتير <applause> اللي نفس النقطه نفس النقطه تما تكلمنا ان هذه كلها اعراض كتقلل ما عندهاش اعراض جانبيه هاد المساله هذه ما, كت ما كتاثرش من بعد او لحد الان لقيتو غير ما هو ايجابي هي هي في الحقيقه هاد هاد الابار خص تعرفوا بانه ابار رقيوقين بزاف وهما معقمين معقمين يعني ابار معقمه دابا الحمد لله داكشي بكري في الطب الصيني القديم كانوا يجي يستعملوا سته الابار ديال الذهب كانوا قلال وتخصهم يعزلوا اي نقطه خصهم يستعملوا الحمد لله دابا مع التقدم التكنولوجي ولاو الابار متوفرين آه متوفرين وما بقاوش غاليين أه وهما معقمين بحال دابا هادو ملي تنستعملهم حتى اللحوم صافي اللي تستعملها حتى تلح ثاني حنا تنديروا واحد شويه ديال التعقيم ديال بلالكول الاذن اللي تنديروا فيها هذيك الابر الحمد لله ما كاينش تعفن ولكن اللي مهم بارفو كاين ناس مثلا تكونوا مخلوعين بزاف <applause> تيجي يقدر بحال هذوك الناس يمشيو يدقوا البرا وتيسخف <applause> تقدر تجيه بعض الحالات قليل اش نديروا تنفسر الواحد تنقول له ما تخافش راه ما غنضركش وهذه وان شاء الله راه ما تيضرش غير هما تنخليهم يرتاحوا يتكاو ما تنقولش ليه واقف اجي ندير لك الوغز على <applause> بلوقو فيه يقدر يسخف ليا مي تيكون متكي تيرتاح وداك الشيء نفسر ليه وتيكون هو ماشي مؤلمه بزاف خاص تعرفوا مثلا هنا مثلا هاد هاد الابره, هاد الابرة هادي انا غنوريكم واحد المثال الابره انا غنجرب راه الا جربتي جميله لا لا <applause> ها مثلا هنا ها انا درتو هنا شفت دي باك ما حسيت بوالو <تصفيق> <تصفيق> والله ما نكذب عليك ماشي وهذا نقدروا نستيمولو وندوروا وندخلوها شويه وتبقى <applause> تبقى <تصفيق> رقيق بزاف ماشي شي ابر اللي تدي <applause> تعطيه الالم كثير والناس مع تجربة الناس يعجبهم هاد ما تيجيوش ما من هاد نعم جميل لان كيف قلت لك فاحنا الوخز بالابر كنسمعوا ليه يعني من سنين والناس كتسمع والناس كتمشي على اساس انها تمشي باش تعالج بهذه الطريقه او لهذا اليوم شفنا انه طريقه تكميليه باش أننا نخفهم ان نخفوا من الالم اللي تيجي بعد العمليه الجراحيه الاطفال حتى هما ممكن نعملوا لهم الوخز بالابر واش كاين شي تجارب اللي عطات النجاعه ديالها في الاطار او لا مازال <applause> آه تماما دابا في اطار هاد قلت لي الاطفال كاين واحد الجمعيه في المغرب آه المكلفه قديمه عندها 23 سنه هي جمعيه عندها فروع عالميين هو الفرع الرئيسي كاين في الولايات المتحده الامريكيه في نورفولك اللي آه تيقوموا بعمليات جراحيه بالمجان على المستوى الانساني في جميع الدول مم. العالميه مم. من غير تيمشيو للدول ديال العالم الثالث ولكن ايضا مم. بعض الدول في امريكا اللاتينيه في اسيا في شينوا في, في الامريكا اللاتين في, في افريقيا مم. وهما عندهم تجربه تيديروا 4000 عمليه جراحيه على الشفق الشفه دوك الوليدات تيتزادوا بواحد الشق ديال الشفا وديال لها اللي منين تدير العمليه بواحد سن صغير يقدروا عندهم حدود باش آه، ما مي، يكونوش معقدين على المستوى ديال الوجه ديالهم يعني ولكن دي ايضا باش يكون النطق والسمع صح ويدخلوا في،, في تمدرس بطريقه سهله صح وهادو كل ما فتحنا لهم هما صغار مثلا يكون عندهم عام ست، بين ست شهور وعام آه، مزيان ملي توصلوا لعامين تيبقاو تيكونوا يفهموا شويه بحال هذا النوع ديال الاطفال تحتاجوا بزاف العمليات تكون العمليه الاولى ومن بعد تنقول لهم العام الجاي غنديروا العمليه الثانيه في الاول تكون شافة ومن بعد لها ومن بعد تنقول نمشيو للتقويم ديال الاذن صح يعني هاد الوليدات اللي غنبنجوهم ونفتحوهم يقدروا ي... ي... الالم الا كررتي ليه العمليات ي... ي... يجي ميس... تكون تجربه خايبه ما يبغيش يقول لك ما بقيتش باغي ندير العمليه اش نديروا تندير لهم الوغز بالابر تتمكنهم باش ما يحسوش بالالم على الاذن جربناها كاين واحد التجربه درنا واحد البحث علمي مع واحد الطاقم في الولايات المتحده الامريكيه في كاليفورنيا وفي نورفولت تيجيو للمغرب عندنا في اطار العمل الجماعي تيجيو يعاونونا وتيعاونوني على المستوى ديال البحث العلمي مزيان. انا دكتور ديال الوغز بالابار طبيب انستيزيست راني ما تور تنخدم في المريض هما تي تي تيبقاو تيقيدوا النقاط تيقيدوا تيسهروا على تطبيق دوك دوك المعايير مم. العالميه للابحاث العلميه مزيان. باش تكون النجاعه باش نقولوا هالطريقة الطريقه راه مزيانه نقدروا نديروها جميع العمليات الجراحيه في العالم مه. لانه ما تيديروا 4000 واكتشفنا بانه الثمن ديالهم بخس يقدروا تيتقاموا هاد هاد الملصقات يلا تيتقاموا دولار لقاو بانه دولار رخيصه مقارنه مع ال 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 النجاعه والفعاليه ديال الألم وديال الاكتئاب والوليدات يكونوا ناشطين وما تحسوش بالالم هذا وما تكونش الغثيان والردان وهذا الشيء تيبغيوه الوليدات والجراحه باش تكون النتيجه آه ناجعه ضروري خاص الوليد ما يكحبش ما خصوش يرد ما خصوش يجي الالم ويبغي يدير العمليه <متصفيق> وهذا الشيء بهذه الطريقه تنتسناو غيكون البحث العلمي درنا دابا واحد 100 وليد وبنيته درنا لهم الوغز بالابار درنا درنا جوج تاع تعال تاع لي وحدين درنا لهم لاكوبونكتور وحدين ما درناش لهم لاكوبونكتور ودابا تنجمعوا مازال الحالات في اثر القافله الطبيه اللي غيجيو غي ان شاء الله باش نكملوا تقريبا واحد 400 وليد وبنيته مئتين دروا لهم ومئتين ما نديروش لهم باش نديروا واحد لارتيكل يخرج في دي ريفيو انترناسيونال باش نبينوا النجاعه والفعاليه باش تجينيراليزا في العالم وتكون عمل مغربي اللي بالنسبه لي انا فخر اكيد يكون تحنين نساهموا في هذا الاطار بالطب ولكن ايضا بهذه الطريقه ديال الوخز بالابر على الطريقه الصينيه. جميل صراحه كنشكرك بزاف علاش لانك كتكلم على هذا الوخز بالابر بواحد الطريقه اللي فعلا محبه لهذا المجال وكتشوف شكرا. انه فعلا عنده واحد النجاعه واحد المساله اللي خاص الناس تعرفها اليوم شفنا معك بدايه انه تينفع واليوم التجربه حتى على الوليدات ربما اللي عندهم مشاكل على مستوى الشفاه ديالهم بما نسميه بين قوسين شفاء الأندام كيف كزم او الشق ديال الشفاء اللي كاينين جمعيات اللي ما شاء الله غاده في هذا المجال وكدير هذه العمليه جمعيات وجمعيه اللي هي معروفه اكيد تكلمتي ان باقي كتسنى غير يكمل العدد باش انه يخرج هذا هادل الشي في مجلات آه عالميه طبيه طيب كتعمل على النجاعه ديالها ديك ساعة تقدروا انكم تمو الناس كتجي كتسول على هذه المساله ديال الوغز بالايبال كتلقى الناس عندها ديجا معلومه قبل او لا الناس مازال ما زال ما عرفاش هذه المساله هذه واش كاين كاين الناس اللي عندهم معلومات آه. لا لا الحمد لله الناس ولاو يطلعوا لا سيما مع هادشي ديال الكوفيد وهادشي ديال لي فاكسان ولاو الناس خايفين تيقول لك المناعه تتهبط تيقول لك راه امراض وبانوفية فيا ولاو وما تيبقاوش باغيين يديروا مثلا الفاكسان ما تبغيش ياخذوا الادويه كاين الناس تيقول لك لا في حريقه الراس ما ناخذش باراسيتامول تيقول لك لا بغيت نداوي بشي طريقه اللي بدون اعراض جانبيه ولقاو كاين شي ناس عندنا على ود الالم ديال الراس كل الناس اللي تيبغيو هادشي وتكون مثلا الى الى سياتيك الى درك ظهرك ربما بدات في الاول بهذا الوخز بالاداء على مستوى الالم ديال الظهر ودل العنق تماما آه. آه. والناس ي... كاين واحد لناس... الناس لا توندونس الناس مابقوش باغيين ياخذوا الادويه بزاف حيت يخافوا من الاعراض الجانبيه بزاف تيقول لك ما من... ناديش شي مشاكل في الكبد في الكيلي حيت شيء معروف حنا تنعرفوه في الطب ديالنا المعاصر ولا استعملنا شي طريقه لنا من الاعراض الجانبيه مرحبا نحاول اللي تنحاولوا تكلمت على واحد النقطة مني سنتكلم على الآثار الجانبية ديال الأدوية الأطباء ربما تيحضروا منها هادشي علاش مثلا تيقول لك حتى في بعض الأدوية التي تيعطيوها الأطباء تيقول لك خاصها تأخذ واحد لا معينة واحد المدة معينة حيت إلا خديناها بشكل اللي هو عشوائي أو لا بدون رشطة أو وصفة طبية كيولي واحد الآثار جانبية وأكيد كل ما هو دوائي مني كيكون تكملة مع هاد الأمور هادي اللي جديدة واللي كنقولوا حنا ماشي طوندونس ولكن من خلال البحوثات ومن خلال التجربة إلا كتقدر أنها تعطي واحد النوع من الفعالية اللي غنثبتوها من هنا لقدام واللي غتقدر انها تعتمد على لا من بعد. كان شكرك بزاف دكتور أخيرك. يونس الشروقي اللي انت اخصائي في طب التخدير وكذلك في الوقت بالابر للتخفيف او التقليل من الالم على الحضور ديالك والمعلومات اللي عطيتينا واكيد الشرح ديالك على هذه المساله هذه والتقنيه هذه كنشكرك بزاف الحضور. شكرا جزيلا الجميله.